أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة السير قدما في تعميق روح اتحاد دولة الإمارات العربية الذي وضع الآباء أساسه المتين بإرادة قوية حققت منجزات مشرفة شامخة وقواعد إنتاجية عملاقة. وشدد سموه في كلمة بمناسبة اليوم الوطني 46 لدولة الإمارات العربية المتحدة على أن غاية الحكومة إسعاد الناس ورسالتها جعل الوطن مقاما طيبا، وهدفها توفير بيئة حاضنة للأمل وسياسات راعية للأحلام ومشروعات محققة لأعلى الطموحات وأفعال يستشعرها المواطن، معربا عن عظيم تقديره لشعب الإمارات الوفي على تلاحمه وعمق وعيه وصادق ولائه وعمله، مثمنا تفاني جنود وضباط وقادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كافة في أداء الواجب، موضحا أن الاستثمار في الإنسان هو جوهر الرؤية التنموية لدولة الإمارات منذ تأسيسها، وأن التركيز موجه بقوة لدعم التميز والابتكار. وقال سموه إن 2017 كان عام عمل وتطوير وإنجازات وضعت دولة الإمارات في مراكز الصدارة بالمؤشرات الاقتصادية والتنافسية والتنموية العالمية.